دلوقتي الطالب اللي بيسمعنا حاسس ان ممكن يكون زميله اللي قاعد جنبه عارف ان هو دخل على صفحات الغش وخد نموذج الاسئله وعارف الاجابه وخد حق مش حقه واحنا تساوينا في نهايه الامر. لاي مدى ده يشكك في مصداقيه النتيجه ومصداقيه السنه دي كلها؟ اقول لحضرتك برضه مشكله الغش الالكتروني، خلينا نتكلم برضه ايه، يظهر الغش الالكتروني يعني واخده حجم كبير. لا بس احنا طلعنا على غش الكتروني، ده تسريب اسئله من المطابع. بالظبط، ده مشكله ثانيه يعني. دي مشكله ثانيه يمكن، لكن العام الماضي والعام الذي احنا كنا بنشتكي الغش الالكتروني ده كان غايه يعني اكتر حاجه همانه وكانت مشكله. دلوقتي لا بقى في التسريب الاصعب، تم اعاده الامتحانات مره اخرى يعني، ما تم تسريبه وفقا لما جاء من الوزاره وبيانات انه كل من امتحان تم تسريبه تم اعادته مره اخرى. ده اللي جه من الوزاره، لكن في طلبه ويعني الواحد سمعهم انه لا في اسئله اتسربت وما اتعادتش والوزاره ما اعترفتش بيها، ما اعترفتش ان في تسريب حصل في الامتحانات دي. شوف حضرتك ده برضه مره واللي اتعاد منهم برضه اتسرب. ده كلام ما نقدرش نحكم عليه احنا يعني، واحنا جالسين. هو طبعا الطلاب احيانا مثلا يقول ان هناك الامتحان هو نفس الامتحان اللي جه في عندما يكون هو نفس الامتحان المفروض ان يعاد النظر مره اخرى في الامتحان. يعني المهم مش كيف بقى يتم، المهم كيف لا يتم بعد ذلك هذا الامر. بس ازاي تم برضه؟ ما احنا لازم نسال ازاي تم عشان نقفل الثغرات دي. ما انا بقول لحضرتك تم موضوع التسريب اللي هو قبل الامتحان، اليات الامتحان بحيث انه بيتم اولا لجنه فنيه تفضل الامتحان. طيب. ثم بعد كده يروح المطبعه السريه، المطبعه السريه بتاخد الدواء وبعد كده بتطبع على عندنا 500,000 هي بقى مبقتش سريه بقى طالب. وانا بقول لحضرتك وبعدين بعد كده بتروح اللجان الرئيسيه، ففي تداول في الورقه. ده ممكن يسبب، احنا ممكن بقى يقلل هذا التداول يعني بدل ما يكون في تداول كثيف في الورقه يبقى اللجنه الفنيه المسؤوله عن وضع الامتحان فقط هي التي تكون عندها بس علم بالامتحان ومعرفه الامتحان، ويتعمل بشكل معين بحيث انه يتحط في ظرف يتشمع الفلاشه الموجوده المرتبطه به، ثم يذهب للجان اللي هي الفرعيه، اللجنه الفرعيه يتصور في اللجنه الفرعيه قبل الامتحان بساعه ويتوزع على الطلاب. يبقى هنا احنا يعني قللنا دخول جهات سياديه في الموضوع زي ما تم الاعلان عن القصه دي. يعني تدخل باي شكل وتبقى حاطه ايديها ازاي على المساله؟ ما هي يعني على ما اعتقد يعني دخول الجهات السياديه هو ان المطابع طبع في مطابع خاصه بالجهات السياديه، وبالتالي هنا في كنترول داخل هذه المطابع بشكل جيد بحيث انه ما يقدرش يتسرب اي نوع من انواع الامتحان. هو ده مش عجز من الدوله او عجز من الاجهزه القائمه على المنظومه دي في مصر؟ هو عشان نلجا لكل حاجه للجهات السياديه؟ هو كان في موقف طارئ مش دائم يعني ما حدث، نقدر نقول ان موقف لم يحدث سابقا بهذا الشكل. فعندما يحدث موقف طارئ معين ثم يتم اللجوء بهذا الشكل ده يعني جائز، لكن المهم كيف يمكن عدم تكرار مثل هذا مرة أخرى، هو ده المهم. لكن هو أول مرة يحدث بهذا الشكل، عندما يحدث تسريب بهذا الشكل كيف نغلق كل الطرق التي قد تؤدي إلى ذلك، ده مهم جدا. قد يلجأ إلى بعض الجهات السيادية لتأمين هذه الامتحانات، احنا أصلا الوزارة وزارة التربية والتعليم بتلجأ أيضا للجهات السيادية في التأمين. يعني القدر المسلحه والشرطه بتامن اثناء الاسئله وتامين اللجان، كل ده مسؤوله، فهي اصلا شريك اصلا. يعني امتحانات الثانويه العامه يوجد فيها عده شركاء، منهم وزاره الداخليه وايضا الجهات السياديه ومعاهم وزاره التربيه والتعليم، فاصلا هي في شراكه في الامتحان ومسؤوليه الامتحان وتامين الامتحان. فحتى اذا استخدمت اي مطابع خاصه بالجهات السياديه فيها كشريك ايضا في هذه المنظومه. طيب.